بمناسبة اليوم الوطني للوقاية المدنية ونيابة عن تلاميذ وتلميذات المستوى السادس من مؤسسة المامونية للتعليم الخاص، أتقدم بأحر الشكر والعرفان للسادة والسيدات رجال ونساء الوقاية المدنية الحريصين على سلامة وأمن وطننا الحبيب والمسرحين للإنقاذ وتقديم المساعدة في كل وقت وحين. سيدات الشجاعات، سادة الشجعان، شرفاء وطننا الحبيب، بهذه المناسبة سعيدتي وانسجاما مع مشروعها التربوي أبت مؤسستنا أن لا تشارككم فرحتكم وأن تهديكم أنشودة، فتقبلوا منا فائق الاحترام والمحبة والتقدير، فدمتم لبلادنا أبطالا محاة ورمزا للقوة والشهامة. شكرا لهم بزاف، كيديروا خدمتهم وكيقدموا كل المجهودات اللي عندهم باش يعاونونا ويساعدوا كاع اللي محتاجينهم وكاع اللي مراضين كاع. اليوم احنا فرحانين لحقاش زهد اليوم العالمي والوطني باش نحتفلوا بالشجاعات والشجعان من الوقايه المدنيه. اليوم احنا فرحانين لحقاش اليوم زارونا الاطر منها العامل والدرك الملكي والشرطه العلميه والشرطه الجنائيه. Aujourd'hui, je suis vraiment contente car on a eu l'opportunité de découvrir cet endroit exceptionnel et je voudrais remercier toutes les personnes, les policiers et tous ceux qui sont présents. Vous êtes vraiment des héros pour notre pays et merci. وجينا باش نزورو هاد البلاصة هادي وكنحيو جميع اللي الناس وسيدات واللي كيخدمو كاملين الوقاية المدنية. الوطنية للوقاية المدنية ونيابة عن تلاميذ وتلميذات المستوى السادس من مؤسسة المامونية للتعليم الخاص، أتقدم بأحر عبارات الشكر والعرفان للسادة والسيدات رجال ونساء الوقاية المدنية الحريصين على سلامة وأمن وطننا الحبيب والمسرعين للإنقاذ وتقديم المساعدة في كل وقت وحين. سيدات الشجاعات، سادة الشجعان، شرفاء وطننا الحبيب، بهذه المناسبة السعيدة وانسجاما مع مشروعها التربوي أبت مؤسستنا ألا تشارككم فرحتكم وتهديكم هذه الأنشودة، فتقبلوا منا فائق الاحترام والمحبة والتقدير، فدمتم لبلادنا أبطالا حماة ورمزا للقوة والشهامة.